بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين، ده أول فيديو في فيديوهات القصة المقررة على ثالثة ثانوي. القصة طبعا طول السنة كنا عاملين إن إحنا يعني مش عاملين حسابنا إنها مقررة، ولكن فجأة كده نزل قرار بيها. فتعالوا كده نمسك القصة دي. أنصحك بالآتي: الأول لازم تسمع أو لازم تاخد القصة دي مع مدرس الأول عشان يفتح لك الأبواب اللي فيها كده ويفهمك الأحداث. ثانيا، ده لا يغني ان حضرتك لازم تقرأها لوحدك بنفسك علشان تشرب الاحداث كويس. ثالثا وده الاهم، احذر انك تحفظ اسئلة واجابات، لانك كده هتضيع نفسك. لازم تعرف الاحداث بحيث تعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين. القصة دي اسمها Great Expectations. Expectations العنوان كده من اوله، كلمة Great يعني عظيم طبعا، و Expect يتوقع، Expectations اللي هي الامال او التوقعات. القصة من اسمها كده يعني امال عظيمة او توقعات عظيمة. بتحكي عن ولد اسمه بيب، هنعرف تفاصيل حياته كلها بالتفصيل. بيب ده في يوم من الايام في اول القصه كده بيقول لك بيدينا انطباع ان هو كان عايش يتيم، ابوه وامه ماتوا وكل العيله ماتت، مفيش حد عايش معاه غير اخته، هيز سيستر. اخته دي متجوزه واحد اسمه مستر جو، والراجل جو ده شغال بلاك سميث، يعني شغال حداد. وهنعرف تفاصيل القصه كلها واحده واحده كده، بس عايزك تركز معايا. تعال نبدا. اول حاجه كده في القصه هنقراها سطر بسطر وكلمه بكلمه وهنترجم واستهدى بالله، وتعالى نبدا مع بعض. بيب هو الناريتور اوف ذا ستوري. يعني ايه الناريتور؟ الراوي بتاع القصه دي الولد اللي اسمه بيب. فبقول لك one cold gray afternoon، وفي يوم من الايام اللي كانت الدنيا في الجو برد والسماء كانت gray يعني رماديه هتمطر يعني، in the middle of winter في منتصف فصل الشتاء، a small boy sat alone near the marshes. ولد صغير قاعد لوحده بالقرب من المارشز. مارشز دي اللي هي المستنقع او مستنقعات. he was crying، وكان الولد ده زعلان. that small boy was me، الولد الصغير ده هو انا، اللي هو مين؟ بيب، اللي هو اصلا اسمه فيليب بيرب، اسمه كده بس اسمه ده كان صعب. as my name was difficult to say، اسمي كان صعب ان انا اقوله وانا صغير، عشان كده my name became بيب. يبقى الراجل لما يسالك يقول لك هو ليه اصبح اسمه بيب، او ممكن اسالك بطريقه ثانيه how did Bib get his name، كيف بيب حصل على اسمه، هتقول his name was difficult او his name was not easy او he couldn't say his name in a good way، باي حاجه من دول. I was crying because it was Christmas Eve، انا كنت ببكي لان ده كان ليله عيد الميلاد. Christmas Eve اللي هو ليله عيد الميلاد. and I was an orphan، وانا كنت ساعتها يتيم. السؤال، هو اللي كان بيبكي علشان دي كانت ليله عيد الميلاد؟ لا، هو كان بيبكي عشان عيد الميلاد وهو لوحده يتيم. My parents were dead، بابا ومامته كانوا ميتين. And so were five of my brothers، وكان في كمان خمسة من اخواتي. فانا عايزك تركز كده، خمسة من اخواته وبابا ومامته، يعني كده عنده كام واحد ميتين؟ 7، في 7 اشخاص ميتين في العيلة. Of my brothers and sisters، this happened when I was very young، الكلام ده كله حصل ايام طفولتي، يعني كلهم ماتوا وانا طفل. So I did not remember them، عشان كده ما كنتش فاكرهم او فاكر اشكالهم. يبقى المقطع الاولاني ده احنا عرفنا عن اسم الولد ده، اسمه ان هو كان اسمه الاول فيليب بس اتحول بقى بيب لانه كان صعب ان هو يقوله. كان زعلان للراجل لانه هو كان يتيم في يوم مفترق زي يوم الكريسماس ايف. I had lived with my sister، انا كنت عايش مع اختي and her husband، وجوزها. جوزها كان اسمه جو جارجري. So for most of my life، معظم حياتي عشتها مع اختي وجوزها. جو was a village blacksmith، جو ده اللي هو جوز اختي كان الحداد بتاع القرية. And Miss Joe was 20 years older than me، كانت أكبر مني بعشرين سنة. She was tall and thin، كانت طويلة وكانت نحيفة. And she liked to complain about me، وكانت دائما بتشتكي مني. She was often angry but Joe was my friend، كانت دائما زعلانة وغضبانة وبتدعي عليا، بس جو كان صديقي. فأنا عايزك تاخد بالك كده، الانطباع النفسي أو التنشئة النفسية بتاعت بيب من أولها كده متدمرة. طب ليه؟ because he lived with his sister who never loved him، كان عايش مع أخته اللي كان عمرها ما حبته. and always complained about him، وكان دايما بتشتكي منه ومن وجوده معاها. on this gray afternoon، في اليوم ده اليوم اللي هو كان السماء فيها لونها رمادي. when I was about 7 years، كان ساعتها عندي 7 سنين. I had walked down to the graveyard، أنا كنت ماشي على الأرض المقابر، رايح ناحية المقابر يعني. at the edge of the village، على حافة المدينة أو القرية في مكان بعيد منفصل. I sat by my parents' grave، قعدت كده قدام المقبرة بتاعت بابايا ومامتي. as the afternoon light slowly disappeared، وبدأ الظلام يحل. the marshes nearby became dark and frightening، بدأ المكان اللي أنا قاعد فيه اللي هو المستنقع يبقى مظلم ومخيف. I was going to leave and go home، لسه بقوم عشان اروح واطلع على بيتنا.
فجأة a terrible voice shouted، في صوت مفزع ومزعج نادى علي وقال quiet اهدى راح فين. Then a man appeared from behind a grave، ظهر لي راجل فجأة كده من ورا مقبرة من المقابر. I nearly jumped out of my skin، الرعب تملكني. What's your name؟ اللي هيتكلم دلوقتي بقى ده الراجل الغريب اللي بيب قابله في المقابر. الراجل بيسأله What's your name؟ بصوت كده جهوري عشان يخوف بيب، فبيقول What's your name boy؟ اسمك ايه يالا؟ Walking slowly towards me، وبدأ يمشي ناحيتي كده بهدوء. بيب من الرعب قال له بيب سير، انا اسمي بيب يا سيدي. Show me where you live، قول لي يا دي انت عايش فين. فبيب قال لك I pointed to my village، انا شاورت له على القرية اللي انا عايش فيها كده وقلت له not far away، مش بعيد في القرية اللي هناك دي. Who do you live with؟ انت عايش مع مين يا ابني؟ فالواد قال My sister sir Miss Jo Gargray، انا عايش مع اختي يا سيدي اللي هي مرات المستر جو. She is the wife of Joe the blacksmith sir، انا عايش مع اختي اللي هي مرات المستر جو اللي هو شغال حداد هنا في القرية. فالراجل الغريب ده قال له A blacksmith حداد، بصوت كده فيه اندهاش وفرحة في نفس الوقت. طيب ليه فرح الراجل؟ هنعرف دلوقتي. The man looked down and I saw his leg irons، الراجل كده فكر قال انت جوز اختك حداد حلو قوي، وبص على رجله كده على الليج ايرنز. الليج ايرنز دي اللي هي الكلبشات اللي في رجليه. Then I noticed his old gray clothes، انا لاحظت بقى انه لابس ملابس شكلها رمادي كده وقديمه وباليه. And his thin dirty face، ووجهه النحيف القذر متبهدل يعني من الوضع اللي هو فيه. He was shaking، الراجل ده كان shaking، كان بيرتعد بيهتز من البرد. Do you know what a blacksmith's life is؟ he asks. File sorry is، الراجل بيسأله بيقول له هل يد تعرف يعني تعرف المبرد اللي بيستخدمه الحدادين؟ اللي بيسأل هنا الراجل الغريب، فبيبقى له yes sir، اه يا سيدي عارفه. He suddenly grabbed my shoulders and shook me، الحتة دي فيها وقفة عايزك تركز فيها. الراجل بيسأله بيقول له يا ابني تعرف المبرد اللي بيستخدمه الحدادين؟ فبيب اهتز كده وقال له اه يا سيدي طبعا عارفه، ما انا طول النهار شغال مع الراجل وعارف الكلام ده. فالراجل قال له suddenly grabbed my shoulder، راح الراجل مسك في كتف بيب وشده كده بعنف وقال له I want you to bring me that file early tomorrow، انا عايزك بكره تجيب لي المبرد ده بدري. tomorrow morning، بكره الصبح. and some food، وتجيب لي كمان شويه اكل. then I will let you live، وساعتها بقى انا هسيبك تعيش. what do you say، ايه رايك ما قولك؟ في حته هنا مش موجوده اللي هي ايه، الراجل ده قال لبيب انا عايزك بكره تجيب لي حاجتين، هتجيب لي فايل مبرد وهتجيب لي طعام، وبعدين انت لو ما جبتش الاكل وجيت انا عندي واحد صاحبي بيقتل في العيال الصغيرين اللي زي كده اللي بيسمعوش الكلام، هخليه يقتلك. I was frightened، انا كنت مرعوب. so I promised to bring the file and the food to him next day، فوعدته ان انا هجيب له بكره يا عم الاكل والمبرد ونخلص منه. now go home، يلا بقى قوم روح. الراجل كده امر بيب انه يروح على بيتهم. بيب من كتر الاندهاش ومتخيل مش متخيل ان هو هيعيش بعد اللحظه دي بيجري، بيقول لك انا فضلت اجري until I could run no more، لحد ما بقتش قادر اجري اكتر من كده. When I looked back، ببص ورايا كده I saw the man far out on the marshes، انا شفت الراجل بعيد في المستنقعات. a black shape against angry red sky، شكل لون شكل اسود كده في مقابل السماء اللي شكلها بدا يحمر يعني الدنيا هتمطر او المغرب يعني الشفق بتاع الليل ده. once I got my breath back، اول ما بدات استعيد انفاسي تاني. I hurried home as fast as I could، بدات اجري تاني مره اسرع مما كنت الاول. when I ran into the kitchen، اول ما دخلت المطبخ. feeling happy to be home safely، انا فرحان اصلا مش مصدق نفسي ان انا لسه عايش. اخته بقى مس جو angrily asked me where I had been، اخته طبعا انت عارفين اخته دي مملة كده عامله زي مرات الاب مستنيه هناك عند الباب. اول ما لمحته قالت له انت كنت فين؟ فقال لها only to the graveyard، انا كنت بس في المقابر بزور ابويا يعني وكده. قالت له graveyard المقابر. you are lucky not to have been put in the graveyard long ago، الحته دي هي عايزه يعني تمن عليه وتفكره وتقول له لولا انا كان زمانك ميت مع الناس الميتين ومدفون في المقابر وخلصنا منك. it's because of me، كل الفضل يرجع لنا يالا. that you are still here، ان انت لسه عايش وانك لسه موجود معانا، فالفضل كله يرجع لي. but I didn't want to look after you، انا يا ابني مش عايز اهتم بيك وانا ناقص هم. it's bad enough being a blacksmith's wife، بتقول له يا ابني ما هو اكتر انا مش ناقص هم اكتر من كده، مش كفايه ان انا مرات واحد حداد؟ يبقى البنت دي بتشتكي من كل حاجه، من اخوها ومن جوازتها ومن كل اللي حواليها. I never asked to be your mother، انا يا ابني عمري ما طلبت ان انا اكون اختك او سوري امك. فعايزك تفهم كده بيب لما رجع لقى اخته دي مستنياه في البيت. انت كنت فين يالا؟ قال لها كنت في المقابر. فقالت له كويس ان انت لسه عايش، اساسا كان زمانك ميت مع الناس دي، وخد بالك انت لسه عايش بفضلي انا، لولايا كان زمانك مدفون مع الناس المدفونه.
بس يا ابني انا مش عايز اهتم بيك، انا مش فاضيه لك، مش كفايه الهم اللي انا فيه ان انا اصلا متجوزه واحد حداد، انا عمري ما طلبت ولا حلمت ان انا اكون امك ومش عايز اكون امك. That evening في اليوم ده بالليل I had work to do in the kitchen as usual. انا كنت بشتغل في المطبخ كالعاده، بيغسل ويعمل كده. It was almost bedtime. حان وقت النوم. I was helping to prepare lunch for the next day. انا كنت بساعدها في تجهيز العشاء الغداء بتاع اليوم التالي. اليوم التالي طبعا اللي هو يوم العيد الميلاد، فطبعا بيعملوا اكل وكده وبيعزموا الناس، فهو كان بيساعدها. When I heard a loud noise. في التوقيت ده انا سمعت صوت ضربه كده عاليه. فانا بقول ايه؟ Listen, what is this? انا بقول لهم اسمعوا كده يا جدعان، ايه الصوت الغريب ده؟ فرد عليا بقى جو ده الوحيد اللي كان بيرد على اسئلته وبيطبطب عليه كده وحنين معاه. فجو رد عليه قال له A convict escaped last night. قال له ما تخافش يا بيبي، ده واحد من السجناء هرب ليله امبارح. That noise was a warning to everyone in our village that another convict has got away. وده تحذير يا بيب ان في سجين تاني هرب، فالتحذير ده عشان لو احنا شفنا حد غريب نبلغ. From the prison ship. بص الراجل بيقول له ايه اللي هو جو، بيقول لبيب ايه؟ ده تحذير يا بيب للناس اللي في القريه كلهم ان في سجين تاني هرب من السفينه او السفينه اللي محبوس فيها الناس. فراحت المس جو قايله from the prison ships يعني من السفن اللي معموله سجون. فراح الواد ده بكل براءه قال لهم what are they يعني ايه سفينه فيها سجن، مش فاهم الكلام ده يعني كلام غريب عليا شويه. فراحت هي بكل غباوه كده قالت له they are ships where they put people because they have committed a crime. دي يا دي غاب انت عباره عن سفينه بيحطوا فيها الناس اللي بيرتكبوا جرائم. الاخت اللي ردت عليه وقالت له ناو جو تو بيد، يلا قوم نام ما تقرفناش معاك. شي شاوتد. يبقى المقطع اللي كان هنا ده بيب سمع صوت غريب فبيسال ايه يا جدعان اللي حصل ده؟ جو رد عليه قال له في سجين هرب. فراحت البت مكمله الكلام وقالت له من سفينه من السفن اللي بيسجنوا فيها الناس. فرد بيب بكل براءه وقال لها يعني ايه سفينه فيها حبس؟ مش فاهم يعني. قالت له بقى فهمته ان دي سفينه متنقله كده بتسجن فيها الناس اللي بيرتكبوا جرائم. وقالت له يلا قوم نام. I remembered. طبعا بيب دخل ينام وفجاه افتكر الراجل اللي قال له لو ما جبتليش الحاجات هخلي صاحبي يموتك وكده. يقول لك I remember that I had seen a broken old ship. بيب ساعتها قال لك بس ده اذا كان انا شفت لما كنت عند المقابر سفينه محطمه قديمه. Far out on the marshes that day. بعيد شوية في عند المستنقعات في اليوم ده. Perhaps it was a prison ship. أكيد السفينة اللي أنا شفتها دي في ليلة ما شفت الراجل دي أكيد سفينة بيتسجن فيها الناس. As I fell asleep. أول ما دخلت أنام وخلاص هبدأ أنعس. I realized that the man I had met that day was one of the escaped convicts. أول ما دخلت أنام ولسه بغمض عيني كده افتكرت الراجل اللي قابلني في المستنقع عند المقابر. الراجل ده كان شكله غريب فقلت بس ده أكيد واحد من السجناء. He wanted a blacksmith's file so that he could take off his leg irons. وهو عايز مني مبرد عشان يكسر الليج ايرونز الكلبشات بتاعه الرجلين and get away from the marshes ويهرب بسرعه من المستنقعات. He scared me. هو بصراحه الراجل ده رعبني وخوفني. But I also felt sorry for him. وهنا بقى ممكن اسالك سؤال من اسئله التفكير النقدي ويقول لك when Bib met the stranger او the man in the graveyard he had mixed feelings. يعني ايه mixed feelings؟ يعني مشاعر مختلطة. ازاي يا عم؟ طيب هتقول له انت بقى ان بيب شعر بالشفقة على الراجل بس كان خايف منه. يبقى هنقول بيب was scared of the man but he felt sorry for him. ببساطة كده. early the next morning. تاني يوم الصبح بقى في الميعاد المحدد اللي الراجل قال له تجيب لي المبرد والاكل. I got up and went into the kitchen. صحيت بدري قبل ما حد يصحى من البيت كله ونزلت على المطبخ. it was Christmas day. ده بقى يوم العيد، عيد الميلاد. And guests were invited to dinner. واحنا عازمين الناس كلهم عشان يجوا عندنا العشاء. There was some delicious cheese. هنا بقى في حتة مهمة. كان في جبن لذيذ متظبط ومعد عشان الناس ياكلوه. As well as nuts وشوية مكسرات وتفاح وأورنج وبرتقال. And cold meat pie وفطيرة لحم باردة. I took them all. لميت كل اللي في المطبخ وخدت وتوكلت على الله. رحت على عمك الحاج. I went into Joe's work room. ورحت داخل كمان قبل ما امشي على الغرفة بتاعة العمل بتاعة سيدنا جو. And found a blacksmith's file. أول ما فتحت الباب لقيت قدامي الفايل. بس هو ده اللي أنا عايزه. ما هو لم الأكل اللي في المطبخ وعايز كمان مبرد، خد المبرد. Closing the front door. قفلت الباب بهدوء. Behind me and holding all the food carefully. وماسك الطعام كله بعناية. I set off. انطلقت. I ran to the graveyard and then out into the mist over the wet marshes. فضلت ماشي الدنيا كان كلها ضباب لحد ما وصلت هناك عند المستنقعات. Suddenly
وفجأة في هنا بقى مشكلة هتحصل. ايه المشكلة؟ تعال نشوف. quiet by surprise، مما أثار دهشتي. I saw a man in gray who seemed to be asleep. لقيت راجل لابس الملابس اللي كانت هي رمادية الشكل ومتكلبش برضو ونايم. He wore leg irons، لابس الكلبشات بتاعته في رجليه عادي خالص. And stood up when he saw me، أول ما الراجل ده شافني اتخض وقف على رجله. في البداية I thought he was the man that I knew، أول ما شفته كده أنا اتخضيت، قلت هو ده الراجل اللي أنا قابلته المرة اللي فاتت، فراح أسلمه الأكل بقى والمبرد. فجأة ومن المدهش إن هو طلع غير الراجل الأولاني. But then I realized that his face was different، أول ما قربت من الراجل ده لقيت وجهه ده مختلف عن الراجل التاني، يبقى بيقابل كام كونفكت كده؟ اتنين. طيب he looked at me for a moment، الراجل بص لي كده لفترة before disappearing into the mist، وبعدين راح وسايبني وجري بسرعة. فأنا عايزك تفهم الحتة اللي هنا دي بيقول لك فيها إن أنا لما رحت هناك لقيت واحد نايم ورجله متكلبشة في كلبشات ولابس اللبس اللي هو الرمادي بتاع السجناء، رحت عشان أسلمه الأكل، صحي بص لي لقيته مش هو السجين اللي أنا أصلا أقصده. الراجل بص لي بصه كده واختفى قدامي. I wondered who he could be، فقلت لنفسي يا ترى امال هو مين ده؟ And what he was doing out here، ويا ترى بيعمل ايه هنا؟ Soon afterwards، بعدها بشويه I found the man I was looking for، لقيت الراجل اللي انا كنت بدور عليه. I gave him the food at once، انا اديته الاكل ساعه ما قابلته على طول مباشره. And he ate it quickly، بدأ ياكل بسرعه. As I told him about the other man، وانا وهو بياكل انا بدأت احكي له ان انا قابلت واحد تاني واتلخبطت فيه وافتكرته انت وكده يعني. And I had just seen he wanted to know who he was، أول ما أنا حكيت له الحتة دي بدأ الراجل يتلخبط وبدأ وضعه يبقى مزري وفضل يحاول يعرف مني هو مين ده وشكله إيه، وصفه لي يا ابني. But I couldn't tell him، ما كنتش عارف أقول له إيه. Soon as soon as he had eaten، بمجرد ما أكل he took the file from me and started trying to remove his leg irons، الراجل كل الأكل وبدأ يسمع، وساعة ما سمع مني إن أنا شفت واحد سجين تاني وضعه اتغير واتلخبط وبدأ يكسر في الكلبشات اللي في رجله باستخدام إيه؟ المبرد اللي انا خدته له. with an angry look on his face، وشه كان ساعتها بيبدو عليه علامات الغضب كلها. I was afraid again، بدأت مرة تانية أشعر بالخوف والرعب. So I ran home as fast as I could، فخدت بعضي وجريت على بيتنا مباشرة. As I ran back home across the marshes I could hear the sound of the file، في التوقيت ده بقى وأنا بجري على بيتنا ناحية وسايب المارشز أنا سمعت المبرد وهو عمال يقطع في الليج ايرنز بتاعة الراجل ده. Miss Jo was busy preparing the house for guests، لما رحت البيت لقيت أختي مشغولة بالإعداد والتجهيز عشان الضيوف اللي جايين عشان يقعدوا عندنا ويأكلوا. جو وأنا were alone together، أنا وجو قعدنا لوحدنا كده في حتة على جنب كالعادة، هي دايما كده بتزويهم في جنب وهم بيخافوا منها. I began to feel guilty about the food، بدأت أشعر بالذنب من الأكل اللي أنا لميته من المطبخ كله ومشيت. And the file which I had stolen that morning، الواد ده بيشعر بالذنب لحاجتين، الحاجة الأولانية إن هو سرق الطعام اللي أخته مجهزاه عشان الناس الضيوف، الحاجة التانية إن هو سرق المبرد من السيد جو. And I wanted to tell Joe what I had done، أنا قلت خلاص هحكي لجو اللي حصل، وجو أصلا كده كده إنسان لطيف وهيتقبل الكلام وهيسمع مني. But then I thought he might not want to be my friend، بس قلت لنفسي لو أنا حكيت له التفاصيل دي هيقول إن أنت سرقتني فعمره ما هيكون صديق مرة تانية ليا، عشان كده مرضتش أتكلم. It wasn't long before the guests arrived، ما مرش وقت طويل فجأة وصل الضيوف. And we sat down to Christmas dinner، وقعدنا بقى عشان نتعشى ونتناول العشاء بتاع الكريسماس. في البداية طبعا كالطبيعة يعني هم مش هياكلوا الأول. Nobody noticed that anything was missing، محدش لاحظ إن في حاجة ناقصة. But then to my horror، بس اللي حصل بقى فجأة وده اللي أرعبني، أختي invited everyone to try the delicious meat pie، أختي قالت لهم على فكرة يا جماعة في حتة فطيرة هنا لازم كلنا ناكلها مع بعض. That Jew's uncle المستر بامبلشوك، مين بامبلشوك ده؟ مستر بامبلشوك ده راجل نجار تاجر يعني من التجار المشهورين في المكان، هو مش عمهم ولا حاجة بس هو صاحبهم فبيحبوا يقولوا له انكل يعني وكده. فانكل بامبل ده بقى حضرتك جاب لهم فطيرة هدية، فطيرة باللحمة. فالبنت قالت هعينها واشيلها معايا لحد ما يجي في اليوم اللي هنحتفل بيه بالعيد وناكلها مع بعض، فعشان كده هي متوقعة ان الفطيرة لسه موجودة في المطبخ. فهي قالت لهم في فطيرة يا جماعة قوم اجيبها عشان ناكلها مع بعض. كل الناس رحبوا بالفكرة. The guests happily agreed and she went to find it، الضيوف كلهم طبعا قالوا يا سلام بامبل ده بيعمل حاجات حلوة قومي هات الفطيرة. قامت دخلت المطبخ عشان تجيبها. جو told me I could have some، جو قال لي وانت كمان يا بيب لازم تاكل معانا بقى حتة من الفطيرة دي. And I felt very bad، ساعتها شعرت بالسوء الشديد. السوء ليه؟ لان انا خدت الفطيرة اديتها لفرد واحد كلها بالرغم ان كان في عيلة كاملة هتاكلها. At
اني مومنت، في اي لحظه من اللحظات، بمتوقع يعني، بيقول لك في لحظه من اللحظات اختي هتدخل المطبخ، دور عليها مش هتلاقيها، فتبقى مصيبه. جو مس جو اللي هي اختي يعني was going to discover that the meat boy had disappeared from the kitchen، هتكتشف فجاه ان الفطيره دي اختفت من المطبخ. uncle unable sorry to stay at the table، انا قاعد على الترابيزه مش قادر امسك نفسي، فمن الرعب رحت انا قايم. I got up from my chair and ran to the front door، خدت بعضي كده قلت انا ههرب بكرامتي قبل ما اتضرب. بس بمجرد ما انا فتحت الباب a group of soldiers entered، ظهر قدامي فجاه مجموعه من الجنود دخلوا المكان. just as Miss Jo came back into the room، في اللحظه دي كانت جو دخلت تجيب الفطيره ما لقيتهاش، فراجعه جري وعماله تصوت وتقول the pie has gone، الفطيره اتسرقت. The appearance of a group of soldiers made the guests forget about the pie. الواد ده كان مرزق جدا والمخرج مظبطه. ليه؟ بمجرد ما بيب فتح الباب الجنود دخلوا، في نفس التوقيت دخول الجنود الاخت طالعه من المطبخ بتصوت، فالناس ما انشغلوش معاها خالص، كانوا منشغلين بالجنود. فمحدش ركز في موضوع الفطيره and they all stood up from the table، كلهم وقفوا من الترابيزه عشان يشوفوا الشرطه والجنود جايين ليه. Everyone wondered why the soldiers had come، الناس كلها مستغربه الشرطه جايه تعمل ايه. And we all felt nervous، وكلنا بقى بدأنا نشعر بالتوتر وكده. الجنود واحد منهم بدأ يتكلم وقال we need a blacksmith to mend some handcuffs، احنا محتاجين حداد يا جماعة يجي معانا يصلح شوية كلبشات بتاعة الإيدين. We are looking for two convicts، واحنا بندور على سجناء، اتنين سجناء broke their handcuffs، كسروا الكلبشات بتاعتهم and escaped، وهربوا. عايزك تعرف ان الجندي لما دخل قال معلومتين، المعلومة الأولانية ان هم محتاجين حداد يصلح الكلبشات، المعلومة التانية ان في اتنين من السجناء هربوا. We think they are hiding out on the marshes، المعلومة التالتة ان احنا نعتقد ان الناس دول مختبئين في مكان ما في المارشز في المستنقعات. although they probably won't try to go to get away until tonight، ركز بقى في المعلومة دي كده. السولجر الجندي بيقول ان الناس دول مختبئين في مكان ما في المستنقعات، وان هم لن يحاولوا الهروب وهيفضلوا بايتين لحد ما الدنيا تظلم كده بالليل عشان يعرفوا يمشوا. when he asked if we had seen them، وهنا حتة دي حلوة ولطيفة. السولجر بيسألنا بيقول لنا يا جدعان حد منكم شاف السجناء دول او قابلهم في الشارع؟ كلهم everyone else said no، كل الناس قالوا no، انا بقى I did not speak، انا ما اتكلمتش. وده بيدللك ان الواد ده في الاول كده كان انسان لسه على الفطره، وان هو كان لسه بيور انسان نقي. and he didn't like to lie، ما كانش حابب ان هو يكذب، لان هو لو قال لا ما شفتش هيبقى كذاب لانه شاف الاثنين. جو mended the handcuffs for the soldiers، رحنا انا وجو صلح الكلبشات بتاعه الجنود. and they waited with us as he worked، كانوا واقفين معانا وجو شغال. when they were finishing، وهم خلاص بيفنشوا كده وبيحط التاتش، جو and I followed the soldiers out of the village and onto the marshes، رحنا لحد المستنقعات احنا مع الجنود. فالجو فبيب سوري بيب بيقول لجو ركز بقى، كأن بيب عايز يستثير جو ويشوف جو كده عارف حاجة ولا لأ. فبيب بيقول لجو ايه، بيب اللي هتكلم بيقول لجو I hope you don't find the convicts، بيب بيقول والله يا جو انا بتمنى ان احنا ما نقابلش المدانين او الحرامية اللي هربوا دول ابدا. فراح رد عليه جو قال له مي تو بيب، والله ولا انا يا بيب ما تمناش نشوفهم. day became night، النهار اصبح ليل، يعني الليل دخل علينا. as we walked over the marshes، واحنا ماشيين عند المستنقعات. it was raining and the wind blew the rain into our faces، الدنيا كانت بتمطر والرياح عماله تجيب المطر على وشنا. فجاه we heard angry shouts، سمعنا حد بقى او صراخ غاضب. I was afraid of what was about to happen، انا ساعتها بقى شعرت بالرعب مما قد يحدث حالا. احنا خلصنا كده الفصل الاولاني. عايز اقول لكم على حته كده على سبيل الوعد، يعني ان شاء الله الذي سيوفى هحاول ادور على اسئله تفكير نقدي زي اللي هتيجي اخر السنه ونحلها، وبرضه ننزلها على القناه. لو انت بتسمعني على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك للفيديو وتعرف الناس على الفيديو عشان ننتشر اكتر ونكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.